عبور 33 عاما على جريمة قصف مدينة حلبشة بالأسلحة الكيميائية، شارك المواطنون في مدينة سوران والأماكن الأخرى في إقليم كردستان بوقفة استذكارية لمدة 5 دقائق إجلالا وإكراما لأرواح ضحايا مجزرة حلبشة. اليوم نعزي أنفسنا وكل شعب كردستان، والمفروض يعني كنا نقول نعزي كل شعب العراق، كان لهم موقف يعني في مثل هذا اليوم مع الشعب الكردي. قبل 33 عاما في مثل هذا اليوم قام النظام البائد البعثي بعملية إبادة جماعية في مدينة حلبجة بالسلاح الكيميائي، والذي كان من نتيجته ذهاب أكثر من 5000 ضحية أبرياء من أطفال ونساء ورجال. في مثل هذا اليوم يعني الألم بصراحة يعتصرنا ويعتصر كل مواطن شريف وكل إنسان في كل بقعة من بقاع العالم. مدينة حلبجة أصبحت بعد هذه العملية أو بعد هذه الفاجعة أصبحت رمزا للكرد وكردستان في كل مكان من العالم. لذلك كان من المفروض أن يكون أو أن تكون مدينة حلبجة في مثل هذا اليوم يعني محل اهتمام أكثر من كل من الحكومة العراقية، وأن يكون يعني الاهتمام به يشمل كافة الجوانب والنواحي. في مثل هذا اليوم نعزي أنا كمواطنة من حلبجة، كان لدينا ضحايا أكثر من 10 أشخاص يعني في مدينة حلبجة، ولحد الآن وللأسف وأعتقد هناك الكثيرين من ذهبوا بضحية لم نعثر حتى على جثثهم. يعني أكثر من 33 عاما ونحن نتحسر يعني بمجرد العثور على جثث ضحايانا، والذي كان هم يعني بيت خالي للأسف. ويعني نحن اليوم لا نتذكر فقط يعني أخربانا، وإنما نتذكر كل حلبجة وما مر بها من مآسي وفاجعات بعد الآن.